مرحبا بكم متتبعينا في أولى حلقتنا من قهوة مع المشاهير، ومعنا نجم من نجوم الغرب اللي تعرف عبر مواقع التواصل الاجتماعي واللي تشرب أغنية وهي الغدار. معنا حاتم ولد الملكة. حاتم مرحبا بك معنا. بارك الله فيك، شكرا. أنا فرحان الاستضافة ديالي في البرنامج ديالكم. حاتم، علاش اختاريتي هذا الاسم ديال حاتم ولد الملكة؟ الاسم الشخصي حاتم ولد مليكة، هذا اللقب خديته من الفنانة نجمة الغرب الفنانة مليكة. تبعت أنا المسار الفني اللي كانت عليه هي، وحاولت نجدد الأغنية الغرباوية، أغنية الغرب بالطريقة ديالي أنا، وتعطاني هذا اللقب ديال ولد مليكة. من بعد الفيديو اللي انتشر لك ديال أغنية آية الغدار، واش كنتي متوقعة الشهرة اللي تلقى هذا الفيديو؟ بصراحه ما كنتش متوقع هاد الشهره اللي غادي يحقق هاد الفيديو، والفيديو جاب الصدفه الحمد لله، لقى نجاح كبير. دار معك واحد الصديق ديالك في الفيديو الملقى بالدودي، ما كنشوفوش معك بزاف في الحفلات اللي كتكون فيهم والسهرات، علاش؟ شنو واش كاين بيناتكم شي خلاف ولا الناس ما كيبغيوش؟ الناس كيعيطوا لي انا، كنقول لهم كيقول لي بغيناك انت، حنا شفنا الاغنيه ديالك انت، راه هي اللي لقات نجاح كبير، بغيناك انت، يعني الذنب ماشي ديالي انا، الجمهور اللي كيحكم. واش ما نقدروش نقولوا انك اناني وانت اللي ما كتبغيش انه يبان معك في دوك السهرات، ولا ما كتعيطليش انه يكون معك؟ لا بالعكس، انا شوفي، انا كيعيطوا لي الناس على الخدمه، كيعيطوا لي من الفيديو فيه النمره ديالي والنمره ديالو، كيعيطوا لي الناس في النمره ديالي انا مباشره، كيقولوا لي بغيناك انت، فهمتي؟ يعني كون بغاو راه كاين النمره ديالي وكاين النمره ديالو، غادي يعيطوا له حتى هو في النمره ديالو، لان الناس كيعيطوا لي انا. هو مؤخرا في احدى خرجاته الاعلاميه قال لك انك ما تقدرش توصل الفنانه مالكه، واش بيناتكم شي خلاف؟ وهو كيقول لك العكس صحيح، راه هو اللي عمره ما غادي يوصل الفنان الكبير الداودي اللي كيقلد هو الداودي، اما انا مع احتراماتي للفنانه مالكه اللي وصلت له انا ما وصلتلوش الفنانه مالكه. بغيت نسولك حاتم، اذا سمعتي بداك الكوبل ديال اكشوان اغنوان اللي بزاف الفنانين تكلفوا انه يغنيوا ليه في العرس ديالو، كيفاش انت كفنان كتشوف هذه المبادرات؟ هاد الكوبل سمعت فيهم، الله يكمل لهم بالخير، وكنتمنى لهم التوفيق، والله يكمل لهم بالخير ان شاء الله. حتى انا عجبتني هاد المبادره اللي داروا عده فنانين، مستعد انني حتى انا نشارك في هاد العرس اللي غادي يكون، وليا الشرف انني نحضر في العرس ديالهم. مرحبا بكل فرح. حاتم، كما كنعرفوا بلي هناك منافسه في الميدان الفني، وخاصه في دابا ولينا كنشوفوا بزاف في الاغنيه الشعبيه. انا نعطيك ثلاثه الاسماء وبغيت تتعلق عليهم بصراحه وبجراه، ومن اولهم الشيخه تراكس. تراكس فنانه استعراضيه، الاغاني والصوت والو، ولكن من ناحيه الرقص مزيان. وبالنسبه للفنانه اميمه بعزيه؟ بالنسبة للفنانة أميمة بازية، فنانة تبارك الله عليها، صدرت في الساحة الفنية بقوة، وكنتمنى لها التوفيق والله يكمل لها في المسيرة الفنية ديالها. أنا أعطيك آخر اسم اللي هو الفنان عادل الميلودي، أشنو رأيك فيه؟ الفنان عادل، القلب الطيب، القلب الكبير، ود البلاد، الله يعمرها دار. وكنوجه له تحيه كبيره وكبيره وكبيره من هذا المنبر ديال القناه ديالكم. بالمناسبه، منين جبنا الفنان عادل الميلودي، اشنو رايك في الخرجات ديالو الاعلاميه والخرجات ديالو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كيفاش كتجيك؟ عادل هكاك، عادل ما جبدوش شي واحد راه ما غاديش يجبدو هو، ما قلبش عليه شي واحد راه ما غيقلبش عليه هو، وهو عادل. بزاف ديال الناس اللي كينتقدوا على هاد الخرجات الاعلاميه ديالو، حيت هو عنده نيشان، عنده غير نيشان اللي كاينه كيقولها فاس فاس، والناس راه ما كتبغيش الحقيقه، الناس ديما كتقلب على شي حاجه اللي ما كايناش. حاتم، قريت لك على مواقع التواصل الاجتماعي بعض التعليقات اللي كتسيء لك واللي كيقولوا فيها انك ماشي راجل وكيتهموك بالمثليه، شنو تعليقك على هذا الموضوع؟ الحمد لله انا عارف راسي شنو كنسوى، واللي بغى يقول شي حاجه خليه يقولها. الحمد لله انا عارف راسي فين باغي نوصل،
وعلى من كنجتهد وعلى من كنخدم، ولا تبعت هضره الناس وانتقادات ديال الناس انا ما غادي ندير حتى حاجه. الله ما خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، ما كنتسوقش. واسوأ حاجه تعرضت ليها هي واحد السيد كان داير فيها انه غادي يولي ماناجر ديالي، وبطبيعه الحال ما بيناتنا انا وياه لا كونطرا لا حتى حاجه، ما بغيش نخدم معاه حيت لقيتو نصاب، لقيتو نصاب وبغى ينصب عليا ونصب على عده ديال الناس بزاف. اصلا هو ديجا كان مع فنانين اخرين ونصب عليهم، انا ما بغيش نبقى نخدم معاه ونتعامل معاه. ناضية هذيك صافي ولا كيطلق عليا اشاعات مع الناس ديال الخدمه، مع هاد الصديق ديالي رضا الداودي مشى عنده تا هو تيقول له شي هضره، فهمتي؟ هو سبب الخلاف بيني وبينه اصلا، بين رضا وبيني انا، هو هاد السيد هذا. حاتم عرفناك انك كتغني في سهرات وحتى حفلات ليا خاصه، بغينا نسولك اشنو هو اعلى اجر تقاضيتي يعني في المشوار ديالك حتى لدابا؟ اعلى اجر تقاضيته هو تقريبا حوالي 10 مليون سنتيم. وما كتشوفش حاتم ان هذا المبلغ 10 مليون بزاف على فنان زعما غير كيغني ما كيديش شي حاجه اللي هي كبيره بزاف في البلاد ولا؟ انت قلتيها، فنان الحمد لله، عندي جمهور، عندي حب، ناس كتبغيني، يعني ما كيقدرونيش بشي، ما كيقدروني باي ثمن، خصهم غير يكونوا نشطهم ونشط لهم الحفله ديالهم. كنستاهل. شحال كتشد نتايا في الغرامات في الاعراس وفي الغرامه؟ كتبقى كل حفله او كل عرس او هذه كتبقى ما يمكنلكش انك تحدي شحال تكون ديال الغرامه ولا هذه. الغرامه كتكون على حسب لومبيونس اللي درتي نتيا في الخدمه ولا درتي في العرس، نشطتي العرس على حساب. انت من الاصدقاء ديال فنان الاغنيه الشعبيه عبد العزيز السداتي، علاش ما عرضش عليك العرس ديال الابنه ديالو مؤخرا؟ واش بيناتكم شي خلاف؟ لا، ما بيني وبينه حتى خلاف، بالعكس الفنان الكبير عبد العزيز السداتي والله حسن العوانة. كتعرف ملي كتكون شي فرح ولا شي عرس عند شي حد في الدار وهذه، راه بنادم الله يحسن العوانة تيكون مربش غير معاه. انا كنهضر واخا ما عرفتش عليا العرس، وكنقول له الله يكمل ليهم بالخير. في اخر حديثنا حاتم بغيناك تهضر لينا على الجديد ديالك. الجديد ديالي ان شاء الله هو السينجل اللي انا كنوجدو انا ومدير اعمالي شمس، غادي نبدا التصوير ديالو ان شاء الله في هذه الايام، وكنتمنى يعجب الجمهور ويلقى نجاح كبير ان شاء الله. وكنقول لكم تابعوا جديدي وجديد اعمالي على قناه الدار. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.